والإجراءات المشروعة والشرعية القانونية لهجرة لكندا بالنسبة للناس اللي عندهم هذه الرغبة للهجرة إلى كندا. تكلمت في الحلقة السابقة على بزاف المواضيع، ومن أهمها خمسة أشياء يجب عملها من أجل أن المشغل ولا الغسوخ سيمان يشوف السيفي ديالك، السيرة المهنية ديالك، وتكون ديماركي إن بون إمبرسيون باش يتكلم معك. رجعوا الحلقة باش تشوفوا خمسة أسرار أشياء مهمة، منها رقم التليفون، منها بزاف الأمور اللي شرحتها. كنتمناكم وكنتمنى أنكم تشوفوا الحلقة لأنها مهمة، وخا تقدم 100 طلب لما غيرتيش من التقنيات اللي كيبغيو الغسوخ سيمان مشغلين، الناس اللي كتشغل اللي كياخذوا القرار، غتكون حظوظك ضئيلة جدا. عشاش كنصحك تمشي تشوف الحلقة. اليوم راني تكلمت في هذا الموضوع وارجع ليه، ارجع ليه لانه مهم. هذا مكتب توظيف معتمد من طرف الحكومة، مجاني 100%، كيف كتشوفو كغيار سون فونتيير. تكلمت فيه في واحد الحلقة ولكن ما عطيتوش داكشي بالتفصيل. علاش ارجع ليه؟ باش نفصل فيه وباش هو وجوب .ca jobbank.ca. علاش؟ لان الابواب مفتوحه الان في كندا. راه ما كنبالغش وكنظن راه كاع الناس كيتكلموا في هذا الموضوع، وشفتوا الحلقات ديال ان كندا محتاجه 1,300,000 مهاجر، 1,200,000 مهاجر، يعني بغا تدخل 400,000 مهاجر كل سنه. وباش تكون واحد من هاد المحظوظين راه ما غاديش تحط داك الباراشوت من السماء، ولا غادي تقول كيفاش هادشي ما منوش، ولا حيت كاينين بعض المرات الناس ربما ما عرفش وسوء النية ولا قلة الوعي ولا الله أعلم لا أعمم، كيقول لك واش ما منوش ولا ما عرفش. أنا بلا ما نهضر في هذا الموضوع راني هضرت فيه، كيفاش الناس كيجيو في نظرك كتهزهم الطيارة من ديورهم وكيحطوهم هنا في كندا؟ سول راسك السؤال، كيفاش هادوك الناس دخلوا لكندا؟ كيفاش كيدخلوا لكندا؟ كيفاش حنا اللي كنهضر وأمثالي جاو لكندا؟ كيفاش اللي قبلي جاو لكندا؟ وهاد الناس اللي كيدخلوا كل نهار كيفاش جاوا في نظرك؟ راه هنا ما داروش هاد الاجراء هذا، عقود العمل ولا الدراسه ولا الاستثمار ما تجيش لكندا. توكور وانا نقولها لك توكور مبسطه مشروحه، يعني بلا ما كاينش وحدين كيأسوا الناس في التعاليق وهادشي بزاف هادشي ما منوش هادشي. يا اخي انت ما عندكش الرغبه ولا كتشوف الامور ظلاميه، خلي واحد اخر شوف الحلقة وما تشوفهاش، دير راسك ما شفتيهاش، وخلي واحد اخر اللي بغي يستافد. انا اللي كتجيني تعاليق، كتجيني رسائل ديال الناس في الخاص، ما كنبغيش ان كنحافظ على الخصوصية ديال الناس. كتجيني تعاليق ديال الناس اللي حصلوا على عقود عمل في جميع مناطق كندا عندي وكنشهد بها، ولكن ما نقدرش نبينها لانك تبقى امور خاصة ديال الناس وفيها مسائل شخصية ديالهم. جاوهم في اوتيلات، جاوهم في ريستورانوات، جاوهم في ترونسبور، جاتهم في ميدان الصحة، كلش كيسول. كاين تقريبا 85% بصح تأكدنا وتأكدت بصح، كاين واحد 10-15% بغي ينصبوا عليهم، قلت لهم اوبليسا داكشي ما منوش. الناس راه كتدخل، يعني الله يخليكم هاد المقدمة باش ما نطولش فيها باش ما تيأسوش بنادم. كتجيو لهذا كديرو فيغ ان دوموند، هذا مهم، فيه لا ليس كله نلاحظتو كل شيء. ارجع تاني تقولوا نفس الهضرة كي ديرا، غادي ندير معكم اي سيميلاسيون، مهم تيت سيميلاسيون غتجيو فيغ ان دوموند. راك شفتوها ميسيو، دخلوا لو نو، انا كندخل دي نو بون باش ديرو باش نديرو تجربة. برينو يعني الاسم الشخصي، لاج، سيتوانيتي مودرت ماروك، حنا راني عايش معكم في المغرب ولا في شي دولة عربية ولا من المغرب العربي. كل ما كتشوفوا نجمة هنا راه اوبليغاتوار خاصكم تدخلوا المعلومة. واحد القضية رديت ليها البال مع الناس اللي كيتواصلوا معايا، في ملي كتعمروا مهم جدا، ملي كتعمروا داك لي فورمولير ديميغراسيون، اي واحد ايتيديون اونتري اكسبريس بو نابورت، راه كاينين دي فورمولير كاين اللي كيخليهم بلون، كيقول هذا ما كيهمنيش ما نجاوبش على الخانه ولا على داك لاكاز ما نجاوبش عليها. فو غيردوا لك الملف ديالك، يعني ليميغراسيون كترد لك الملف ديالك، خاصك تجاوب مادام كاتبين
الخانه فيها سؤال تجاوب عليه واخا ما كيهمكش خصك تجاوب عليه ضروري ضروري باش ما تطيحوش في هاد المشاكل. راه كاين اللي كيتروج تالي وكيرجعوا له لي دوموند ديالو حيت ما كيجاوبش في دي كاز كي سون اوبليغاتوار. تليفون درت انا تليفون كوم سا انت نتوما غديروا تليفون سكولاريتي غادي دير سكولاريتي ديالك واش عندكم ها هي واش عندك باك دوزيام اني تروزيام اني دوزيام سيكل تروزيام سيكل بو نابورت ديروا دوزيام سيكل دومين فاش اي حاجه ديروا عشان نديروا ترونسبور اي حاجه شوف غديروا الحاجه اللي كيهمكم نتوما هادي سيميلاسيون اجوتي نوت فورماسيون عندك شي فورماسيون اخرى كي اللي عنده شواهد اخرى كيدير وي وكتزادك هنا انا غادي ندير نو باش ما نطولوش. سي لي فورماسيون نيميرو كورسبوندون بلا بلا بروفيسيون ديالك بور لانستون كاش كدير كلشي كاين هنا اجون اركيتكت اسامبلور كاع المهن اللي في بالك غتلقاه هنا هو بوشي بوشار كلشي كاين بولونجي كاين اي حاجه يعني خصك المهنه ديالك تدخلها كما هي وتكون مطابقه للسي في ديالك والسي في دائما نرجع له الله يخليكم يكون عندنا نموذج الكندي. غادي ناخذ اي حاجه هنا باش ما نطولوش نديرو اسيستون اسيستونت اي ريشيرش نيفو بون اسيغور بو نابورت اي حاجه ديرو شي حاجه لاي انسان كان اد انفيرمير يلا. Voulez-vous ajouter une autre expérience? Les autres expériences, خلاص شواهد خرا. هادشي ما يثبت. خص دائما يكون عندكم إثباتات وشواهد. هنا غادي تجيو CV ديالكم. غاتكليكي وشوازير ان فيشي. تكليكي عليه. تمشي تجيو الفيشي CV كون ديجا سوفغاردي في الأورديناتور ديالكم. ومن الأحسن تخدمو أورديناتور ماشي بالتليفون ولا سمارت فون. الأورديناتور كتكون فيه الوورد فيه كلشي يعني كتبان كيكون بلو فاسيل وداكشي بلو سيكوريزي. هنا أسئلة على اللغة. واش ديبيتون انترميديير انترميديير افونسي خصك تكتبو الصراحه انترميديير افونسي بون نديرو ادميتير انترميديير برودكسيون اورال كيفاش كتكلمها حتى مني يديرو معاك السي جواب يديرو معاك لونتروفي بار سكايب هذا هو راه موضوع تكلمت فيه ونعاود نرجع له كيفاش كدير الاخطاء القاتله ديال سكايب ولا ديال زوم اكثر هي سكايب في الدول الاخرى الافريقيه والعربيه كيتعاملوا بسكايب هنا كيتعاملوا بزوم بروفيسيونيل لانه بلو سيكوريتير كاين اخطاء قاتله انا بغيت نتكلم فيها دابا نتكلم فيها كيفاش ديروا المقابله كومبريونسياسيون تكتبوا داك الشيء بصراحه كيفاش انت الناس اللي عندهم اختبارات في اللغه من الاحسن تكون عندهم وراه وكان الناس راه كنشوف لي كومونتير ديالكم من الاحسن اللي ما عندوش شواهد ديال اللغه وما عندوش شواهد ديال تجربه العمل سيروا قلبوا عليها راه باقي الوقت عندكم 3 سنين شوف دير متيت فورماسيون ولا دير ميم سافا بروند اون اني ماشي مشكل سنه ولا 6 شهور من عمرك سا شونجي صافي دي زاني وانت راك في المكان ديالك وخدام دير الانسياتيف سير قلب على دي تيست لينغويستيك سير قلب على الاكسبيريونس كاين حاجه اخرى كاين شي ناس كيقول لي راه ما كاينش خدمه قلب على ستاج واخا ما تخلصش ستاج اي لي كونسيديري كوم اكسبيريونس دو طرافاي هادي كنقولها لكم راني جاوب شي ناس Un stage dans un métier, un milieu de travail, il est considéré comme une expérience de travail. Quel est le stage? Bon, écrite, intermédiaire et plus, connaissance linguistique anglais, d'arrouler, chauffe-vous. Alors, qu'il y a une étoile, c'est comme je vous parlais, intermédiaire, avancé, intermédiaire, intermédiaire, chauffe-vous tout le monde, qui fait, on a une assimilation, on a dit, je vais vous dire, écrite, intermédiaire et plus, écrite, intermédiaire et plus. Un petit message, d'ailleurs, mettre trouche, que démontrer l'intérêt d'elle, un peu, tu parles un peu de toi, tes qualifications, tes compétences, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux donner, mais qu'est-ce appliquer à la, je n'ai pas le, pouvoir de pouvoir, t'as-t-il la société ou la mouchagil, ou mettre trouche, bzzaf, mettre trouche, deux pages, trois pages, quatre, cinq paragraphes, comme ça le journal, que c'est bien soigné. يسيي ما ديروش دي فوت دورتوغراف شوفوا شي واحد يكتب لي ما كيعرفش مزيان شي واحد يكتب له دي فوت دورتوغراف سا ريبريزونت لا بيرسوناليتي ديال لا بيرسون هادي تا هي راني كنقول لكم حوايج لي ما كتقاش حاولوا داكشي يكون بيان سواني السينتاكس يكون مزيان لورتوغراف يكون مزيان كونجيغيزون توت يكون مزيان
ماشي بحال شي وحدين ولا شي كنشوفهم في اليوتيوب شي حاجه جي مانجي وكيكتبها ب او ار جي مانجي راه او باسي كومبوزي راه او اكسون ماشي او ار سا سفي با ان عندك ديبلوم يونيفرسيتير وكتكتب لهم جي مانجي افيك او ار سا مارش با هذا كمثال لا اعمم ما ديروش بحال هادي حيت لامبريسيون كتشوف بون الفرنسي ولا لونغلي سا مارش با بتيت اكزومبل J'ai lu, j'ai accepté d'arroré, de crocher ou aller à envoyer. Ça fait que je suis un drôme. Dossier d'elle qui trouve le maxeb hada, maxeb motor menno, carrière sans frontières. On aura fait chercher des emplois, faire coucher nos joints, mais que mettre des roubéra, qu'est-ce qu'on fait, faire une demande. Fait coucher, il y a des entreprises d'elle à propos de nous, batut crao et les professions en demande. Pénurie de main d'œuvre, ah, coup chicane. Voilà qu'il y a des débuts. Adjoint administratif médical, adjoint, adjoint, de tout l'homme d'immissile, tout l'homme a de en demande. Alors, je vais le à propos de nous, je m'entends au louche, pénurie de main d'œuvre. Pénurie de main d'œuvre au Canada nuit aux entreprises. Chien qu'un goulot. ايوا نيو حيت الاقتصاد كيف كنقولوا الاقتصاد ديال كندا مبني على المهاجرون مبني على اليد العامله سي كوم سا علاش هما هاد لا استراتيجي كيف قلت في الحلقات السابقه الاستراتيجي ديالهم مبنيه على لي مان دوفر اترانجير بريزنا ولا كرهنا سي كوم سا سينو سا مارشرا با لا افير كاليتي دو برودوي دو سيرفيس سوف اي ملي كي يسيليزيو لو فيرب سوف لي زونتربريز كي سوف يعانون Alors, mais c'est une exagération, mais c'est une métaphore, ben c'est la vérité. Mais si ils disent les entreprises qui manquent, non, qui souffrent, ramenez qui exbou, halouk, alors finis qui exbou. Pour le moment, tu m'as traduit à dire aux gens, nous, on a quand traduit par Tariq Hadi. Les verbes qui sont utilisés, ça représente le fond de des paroles. Les langues. Bon, le mot que tu as mal compris, c'est parce qu'il faut acheter 430 700 postes vacants. 432 700 postes vacants, c'est beaucoup. Donc, comment t'entends? C'est beaucoup. Je suis en 2017, c'est beaucoup. D'abord, avec ça, je m'en couvre de chez. Crao, on a 15 ans comme d'aimer Crao. Parce que je t'arrive, c'est quoi? Marcel Souelo, faut que je mette chez ou tu fous à Jacra. Crao, et chez. On est qu'à dire le CV d'hier qu'on a. Travailleur. Voilà, recruter un travailleur étranger. Là, je connais drôle, il y a ce qu'on a dit, c'est que c'est un travailleur étranger. Alors, un travailleur étranger. En tout cas, alors, il y a une carrière. Recruter un travailleur étranger. Commencez à remplir le formulaire ci-dessous. Alors, on y a un analogue où est là. Nous vous contactons afin que tu puisses voir un appel téléphonique. Rafink étranger. Voilà, qui est le profil d'Yelk. Nas le chalik qui goulir en amart ou adi. دائما كنجاوبكم لا باسيونس صافي دير با انك عمرتي غادي يقبلوك واش تمنيك تعمر في البلد ديالك ولا شي بلد اخر اوتوماتيكمون كيعيطوا لك سي لا ميم شوز في كندا ولا في استراليا ولا في سا ديبون واش كاين مونك على داك الكومبيتونس الدبلوم ديالك في كاين نو ما كاينش كنتي انفيرمي انفيرمي غادي نعطيك 95% غادي تجي اوكي غادي انا نعطيها لك دابا Actif la santé, surtout infirmier, infirmière, préposé aux bénéficiaires, oui, c'est prioritaire. Alors, je vais te lire le diplôme en infirmier, infirmière, compétence, un diplôme, un l'expérience, un peu de langue, c'est comme ça. Qui me suis dit, le marché, transport, Kane. D'abord, le Covid, oui, right, le chiffre, janvier, février, j'espère, on va te l'orage, les redites, المان دوفر شي هما كيوجدوا بون كوم ميم بلات هات سو فورمي ديستينو اون انتربريز سيتيو كندا بلا 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 غادي نخليه لكم راه شتو كيفاش كتسجل نخلي لكم الرابط ديالو كنصحكم تقدموا فيه وكنتمنى لكم الخير شكرا لكم الله يعاونكم